نديكم فيديو جديدة. كيفاش تعبر الطوموبيل؟ كيفاش تجوز الطوموبيل؟ كومون باسي فوتر فيكول سور اون دودان اي سور لي كلو اون بلاستيك اي اوسي سور لي ترو حفاري. كيفاش تعامل مع لي جو جومب في دودانا ريغلومونتي؟ دودانا ريغلومونتي مطابقه للمعايير الدوليه، ودودانات اللي راهم يديرهم لنا في الجزائر عن طريق المسامير المطاطيه ولا مش عارف بلاستيكيه ولا مش عارف شنو يعيطوا لهم. تانيك كيفاش تجوز الطوموبيل تاعك في هذه المناطق، وكيفاش تجوز الطوموبيل تاعك في الحفاري. هذا كاع لازم لي نوفو كوندكتور يتعلموه، ولا بد يتعلموه. هذه يعني حقيقه ما فيهاش نقاش. ما تقوليش اون بعد او فيرو ميزور، باسكو هذيك تاع اون بعد او فيرو ميزور راح يتعلم كيفاش يجوز دودانا، وكيفاش يجوز دودانا تاع لي كلو اون بلاستيك، وكيفاش راح يجوز الحفاري. هذيك تاع اون بعد راح تشكل لو نوفو كوندكتور، راح تشكلو عراقيل ويقدر يفسد الماتريال تاعو كذلك. اذا دو بريفيرونس هاد الحوايج هادوما نعلموهم لي نوفو كوندكتور. وانا علاش دخلت في العالم اليوتيوب؟ دخلت في العالم اليوتيوب باش نعلم السياقه، باسكو جي كونستاتي بلي كاين بزاف النقائص. هذا نضل نقولها ونعاودها صراحه، يعني بكل شفافيه كاين بزاف النقائص لي في لي زوتو ايكول الجيريان ما يعلموه لكش، ما يعلموه لكش كلش 100% باش تخرج ان كوندكتور ردوطابل، ان كوندكتور بروفيسيونيل. فوالا هذه هي ان كوندكتور بروفيسيونيل. اي على بالك معليش يعطيك لي باس، بصح كاين بزاف الحوايج في لوطو ايكول الجيريان ما يطرق لكش ميم با ليهم. انا واحد جو سوي باسي بار لوطو ايكول، اي بان حكيت لكم ديجا في لي فيديو باسي لي ديماراج اون كوت ما داليش ميم با لي سيونس عليه. ديماراج اون كوت، ديماراج في طلع ما دارليش اصلا، ما دارليش اصلا عليه، ما قرانيش، ما دارليش ميم اون سيونس اون اور دو ديماراج سور كوت ما دارهاليش. هذا شوف ديماراج اون كوت سي تري انديسبونسابل، تري انديسبونسابل بور ان نوفو كوندكتور. هذيك من الاساسيات السياقه، من لي باز، من اساسيات السياقه انك تعلم لي كونديتور تعلمو ديماراج اون كوت. ما كاش ناقص لهذ الاسباب. انا دخلت في العالم اليوتيوب راني ندير في التوعيه والتحسيس من باش نمتص عدد الحوادث المرور وتقليل منها قد ما نقلوا منها، قد ما في ميزان الحسنات ربي كما قال لك كتبنا في ميزان الحسنات. ما نحبوش نشوفوا خاوتنا يموتوا كل يوم هنا وهناك، تسمع الدم طريق قريب ولا واد تاع الدم. هذه اللي دخلت انا في العالم تاع اليوتيوب هذا بدون اطاله، ما ندخلش في ما نهضرش بزاف على السياسه، خلاص انا مر مسياس. قلت لكم ان شاء الله هاد الايامات نعلم لكم كيفاش تسوقوا سور اون دودان ريغلومونتي، هذيك ظهر الحمار حاشاكم، ولا دودانا تاع المسامر هذيك، ولا في الحفاري كيفاش تتعامل مع لي جو جومب في هاد المناطق هادو. وان شاء الله هاد السمانه ان شاء الله بحول الله. وشكرا جزيلا لكم، ان شاء الله يومكم طيب وموفق. اللي راهو يسوق بطونوبيل ما تجروش يرحم ولدكم، ردوا بكم اكو سمعتوا الصرا في بليده، ما تجروش مشو بالعقل. ولي عنده السكر ولا ديابات ولا طونسيون يدير ان كونترول ريغوليرمون، يكونترولي روحو، يكونترولي روحو ما يخليش حتى يقتل ربعه من الناس، ولا يكونترولي روحو. كاين تاويل، كاين كونترول ميديكال، كاين فهمت، يروح يداوي روحو. الا شاف روحو عنده الصرع، الا شفت بلي عندك الصرع تتغاشى في اي لحظه ممكن تتغاشى، غير ما كره تسوق طوموبيل. باسكو شوف شوف النتائج واش وقع البارح في 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 روفيغو ولا بوكرا في 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 بليده، شوف واش صرا البارح. راك تنصرعت وانت في الدار ولا في الحومه، ولا تنصرعت سبق وان تنصرعت عندك الصرع، تسوقش طوموبيل خو، ما تسوقش طوموبيل باسكو شوف لي كونسيكونس. ها شوفوا بعينكم، ها ها واش صرا البارح في بليده، البارح ولا البارح عندك الصرع، عندك مريض، عندك يطلع لك السكور، ما تسوقش.
تسوقش خويا حكم طاكسي ولا عطيت السياره اللي عندك ولادك عطي لهم ولادك يسوقوا انت ما تسوقش راك مريض ما تسوقش باسكو الا سكت شوفوا واش راح يوقع حتما النتيجه حتميه تتهاون تلعب بالماتيريال شوفوا شي قادر يحدث السلام عليكم ربي يجيب الخير ان شاء الله صحيح.